السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله، الله. أهلا وسهلا بيكم، وحشتونا جدا 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 جدا. وحشتوني 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 إلى يعني ما لا نهاية. كتير كتير فعلا فعلا، إحنا أهلنا موجودين قدام الشاشة دلوقتي، اللي بيتفرجوا علينا كلهم هم أهلنا وإخواتنا وأكتر ناس بتخاف علينا فعلا، أكتر من أقرب الناس لينا. إحنا فعلا إحنا غالين عليكم والله، بيسألكوا علينا وقلقوا سألتوا علينا هنا في اليوتيوب، سألتوا علينا في اليوتيوب، وسألتوا علينا في الفيديوهات القديمة، وسألتوا علينا في المنتدى، وسألتوا علينا في الانستجرام بتاعنا، وسألتوا علينا في الفيسبوك، وبعتوا لنا رسائل على الواتساب بتاع القناة. فعلا فعلا إحنا مطمنين إن إحنا بالظبط والله العظيم ما بعدناش عنكم غير الشديد القوي. إحنا كان عندنا حاجة كده زي البرد، بس هو مش برد، حاجه زي الانفلونزا، بس هي مش انفلونزا، فيروس ماشي في الجو، وربنا يحميكم يا رب يحمي الدنيا. فالحمد لله هقول لكم بردك التفاصيل عشان الناس تاخد بالها، وبعد الشر بعد الشر اللي عنده الاعراض يلحق نفسه الاطفال الاطفال بالذات يعني تلحقوا، لان معرض الاطفال بالذات. هو اول واحد اتصاب بيه كان الكابتن ده بلال، هو اللي جابه لنا، معاش جابه منين. المهم احنا كنا في الايفنت بتاع اليوتيوب اللي هو اخر فيديو موجود دلوقتي على القناه. احنا بقى لنا اسبوع ما وقفناش قدام الكاميرا، يعني السبت للسبت، النهارده السبت. احنا كان ممكن نطلع عادي وكان مفيش مشكله، بس احنا ما بنحبش ننقل لكم اي طاقه سلبيه، او لازم نطلع لكم احنا بنضحك بالظبط، لازم نبقى ايه فريش كده عشان خاطر انتوا بتحبوا يعني طبيعتنا في الكلام. فاحنا ما حبيناش ان احنا نطلع واحنا عيانين علشان خاطر ما نضايقكوش. بقالي اسبوع بعيط. انا طبعا كنت غصب عني بروح الشغل، وبس كنت بروح وانا تعبان جدا، وانا خدت الدور ده تقريبا تالت واحد، يعني هو بلال بعد كده محمد بعد كده وفاء تقريبا ندى، وبعد كده وفاء اخر واحده خدت الدور، وانا ووفاء كنا مع بعض. يعني البدايه يعني بدات تحمر كده، وجات له سخونيه واحتقان في الزور وترجيع، ودور كان دور برد بالظبط. فانا قلت عادي دور برد، واديته علاج، جبت اتصنب الصيدليه وجبت له حقنه على اساس انه برد، على اساس انه برد. فببص لقيت محمد، ومحمد لما خده بقى اشد، محمد كان بيهلوس لدرجه ان هو مش عارفني ولا عارف ابوه، وينطق يعني اقول له انا مين، يقول لي انت ندى، مره يقول لي انت ندى، مره يقول لي انت تيتا. فكان بيقطع قلبي والله العظيم. الحمد لله ايه اطول اسبوع عدى علينا، واصعب اسبوع عدى علينا الحمد لله. بس الحمد لله احنا رحنا للدكتور، دكتور هنا في الشروق، وقال لنا ده فيروس ماشي في الجو وما تقلقوش، هو زيه زي البرد، بس اعراضه اشد شويه، بيكسر العظم، بيخلي الطفل مش قادر يقوم من مكانه، وعلى طول نوم، سرد شهيه، ترجيع، كذا حاجه كذا حاجه. ربنا يا رب ما يكتبه على حد اللي احنا شفناه، الاربعه كانوا متدمرين. ده غير ان انا اصلا كده كده تعبانه، وبكشف وبعمل اشعاعات، وفي بردك حاجه كده يعني الحمد لله. فندى برده كان لما جالها الدور ده، ندى برضو طبعا كانت خلصانه خالص، كلهم عاشوا وفاء، وانا كلنا كنا في وقت واحد تقريبا، كنا تعبانين، فالحمد لله بالعلاج. في مشكله كمان، الدكتور لما رحت له قال لي ده فيروس، قال لي لازم تفصلهم عن بعض. فانتم صعب قوي ان ام تبقى معاه اربع اولاد وتفصلهم، طب بياكلوا مع بعض، بيقعدوا مع بعض، بيلعبوا مع بعض، ما قدرتش ان انا افصلهم. فكان واحد يروق، بص الاقي رجع له تاني بسبب ان التاني لسه ما خفش. فربنا ما يكتبها على حد يا رب اللي احنا شفناه، والحمد لله على كل حال. وبجد يعني التعب ده والمرحله اللي احنا مرينا بيها اثبتت لنا ان في ناس بتحبنا فعلا من قلبها، وفي ناس بتبقى عايزانا لمجرد مصلحتها. يعني في عز ما احنا تعبانين كان في ناس بتتصل بينا عشان عايزين يعملوا معانا فيديوهات، مش مهم بقى احنا بننشر ما بننشرش، ولا يسالوا احنا فينا ايه. فبجد الازمات اللي زي كده بين لكم مين اللي بيحبكم بجد ومين اللي بيبقى عايز مصلحته. فالحمد لله ان احنا عدينا من المرحله دي بسلام، ورجعنا لكم، وهنرجع لكم باذن الله اقوى من الاول ان شاء الله. بعد الفيديو ده، بعد الفيديو اللي بتشوفوه ده، احنا هنصور فيديوهات كتير نعوضكم عن الاسبوع اللي احنا قعدناه. عايزين ننسى العيا بقى، وانتوا تملي يعني بتقفوا جنبنا في الازمات، انتوا فعلا يعني مش محتاجين مننا اي حاجه، محتاجين ان انتوا تشوفونا، ودي حاجه بتخلينا تملي نحب نطلع قدام الكاميرا. فاحنا متشكرين لكم جدا، وبنحبكم جدا جدا. انتوا طاقتنا والله العظيم، انتوا بتدينا الطاقه فعلا، شكرا لكم. لو قعدنا نشكركم مننا لسنه قدام مش هنوفي لكم حقكم، وانتظروا مننا ان شاء الله فيديوهات كتير كتير هتعجبكم ان شاء الله. صح يا توتا، كلميه خفتي، مش انت خفتي لما طلعش لسان، لسه عندنا شويه اثار كده من التعب، بس الحمد لله احسن احسن بكتير، يعني 80% احسن، لان كنا خلصانين خالص. فكده الحمد لله رقنا شويه، الحمد لله على كل حاجه عشان فتحنا البلكونه. واخر حاجه بقى دلوقتي، احنا خلاص وعدناكم ان احنا هنعوضكم بفيديوهات احلى من اللي كنا عملناها قبل كده. ناس كتير بيقولوا لنا انتوا رغم ان انتوا بعيد عن اليوتيوب، ولكن المشتركين بيزيدوا، فده لان احنا الحمد لله لينا رصيد عندكم كبير. فاشتركوا في القناه واضغطوا لايك للفيديو ده، والانستغرام احنا كنا بنطمن حبايبنا برضك اللي معانا على الانستغرام، فتبقى في ناس ما عندهمش الانستغرام او ما بيتابعوش فما يعرفوش، حبينا نعمل الفيديو ده عشان نطمنكم علينا، فحطوا لايك للفيديو ده عشان يوصل للناس اللي عايز تطمن علينا.
وتابعونا على الانستغرام وايتين بس خلاص كفايه عليكم كده بس انتظرونا ان شاء الله فيديوهات تعجبكم ويلا مع السلامه مع السلامه باي.